قيس أبو الحسن مثل ما كنتم بتعرفوا تم ابتعاثه إلى جامعة هارفارد، وهي طبعا من خلال منحة لمركز أبحاث الخلايا الجذعية. أكيد راح نتعرف على طبيعة هالرحلة اللي استمرت لشهرين ونص، كيف تفاصيلها، شو الفروقات، شو التوصيات والملاحظات، وكيف الإنسان اللي بيشتغل على حاله بيعزز فرصه للمستقبل، ومش أي مستقبل، مستقبل مميز. يسعد صباحك قيس أبو الحسن، صباح الخير لكل المشاهدين مشاهدونا في تكرم وكل فلسطين. صباح الخير لوالدك اللي متواجد وإياك حاليا، ونوجه له تحية عبر شاشة الفجر الجديد. يعني قيس أهلا وسهلا فيك، والحمد لله على السلامة من أمريكا. يعني حكي لنا كيف الجو، بدناش نخوض هلأ بتفاصيل المنحة، كنا مجرد الجو هيك كيف كان تمام في أمريكا. خليني أبدأ بهالكلمة، الأجواء كانت إيجابية جدا. الجميل هناك انه احنا اشتغلنا في مدينة بوسطن، وهي عبارة عن مركز للابحاث البيوتكنولوجية في العالم كله، وخصوصا لما نحكي عن جامعة هارفارد. وين ما تلف وجهك راح تلاقي انسان ناجح عم بيشتغل وبحط وقت وجهد كبير لانه يتقدم. بالتالي كل هاي الامور اللي بتفت لها الطالب بتدفعه لانه يقدم اكتر، لانه يشتغل اكتر ويتحسن اكتر. طيب انت طلعت على الجامعة وكان في هدف معين خلال هذا الشهرين ونصف، شو طبيعة الأهداف وكيف كان استقبال الجامعة للمبتعثين لإلها؟ نعم طبعا، بداية كان الهدف من المنحة التدريبية هو انه نشتغل في مختبرات على أبحاث كان اوريدي شغالة، واحنا كل واحد استلم مشروع ليتقدم فيه. طبعا استقبال الجامعة للطلاب كان جدا رائع، كان ببين قديش الجامعة مهتمة في انه تقدم لكل طلاب من كل العالم. مع العلم انه احنا الطلاب العالميين كانوا حوالي 5 طلاب، بس الطلاب من كل انحاء امريكا كانوا طلاب جدا مميزين، والجامعة اثبتت هذا الحكي من خلال استقبالها لنا وتأكيدها على قديش بدها ايانا نتطور. تمام. قيس انت الوحيد اللي حصلت على هاي المنحة، وهذا الاشي يعني بدلل على وجود اشي مميز عند قيس وامكانيات معينة لحتى قدر انه يوصل لهاي المنحة. حكيت انه في استلام مشاريع لحتى تعملوا عليها تجارب ممكن او اشي، احكي لنا ايش المشروع اللي استلمته وشو كانت تجربتك؟ اكيد. طبعا احنا بلشنا بمشروع مرض عصبي، كان بيصيب الاطفال الصغار، بيصيبهم مشاكل في التطور، في التصرف، في النمو، كان في عندهم مشاكل توحد، تصرفات من مرض التوحد. بالتالي انا اشتغلت على الخلايا، كنت اشتغل على مرحله ترجمه الجينات وادور وين المختلف، وين المشكله عند هذول الاطفال في هاي الخلايا. وفعليا اشتغلت على 28 جين ولقيت في النهايه جين واحد في عنده مشاكل، وهذا حكي جدا مشوق وجدا ممتع انه احنا نقدم كمان. انا كثير حابب اعرف ايش النتيجة، ايش الخطوة اللي بعد هذا عشان اعرف اكتر عن هذا المرض. طيب قيس، من هون انا بدي اجي لسؤال، وهذا الشوق اللي لك لممارسة مزيد من المشاريع. هل كان بالفعل مختبرات كجامعة هارفارد انه تعطي استقلالية للطالب اشتغل شو بدك، مش على فكرة واحدة؟ نعم. كان جميل هناك جدا انه لما كنت مثلا اقعد مع المدير المختبر، طبعا بكون هو دارس دكتوراه وما بعد دكتوراه، فكنا نشتغل معه شيء، فكان يجي يحكي لي قيس اقعد، ويجي يعطيني فكره مثلا او سؤال، يحكي لي ايش نعمل بعدين، فانا اعطيه فكره تنتين ثلاثه اربعه ونصير نتناقش فيها. بالتالي هذا الحكي بيعني مرونه في العمل، ما بعطيني عمل محدد انه اشتغل عليه طول الصيف، انما بعطيني المجال انه انا اطبق ايش المعلومات اللي عندي وكيف ممكن استغلها في في التقدم في هذا المشروع. حلو. قيس، يعني انت بتحكي انه في كان يعني غيرك من دول العالم، وفي كمان من جميع انحاء امريكا. كيف شفت يعني التعامل، او كيف كان يعني، هل كنتم متعاونين؟ يعني احنا بنحكي عن المنافسه، يعني كلياتكم ما شاء الله عقول وتجارب ومشاريع، كيف كان الوضع بينكم؟ طيب بدي اقتبس من مديرة البرنامج، حكت لنا احنا مجموعتنا هي افضل مجموعة مرت عليهم. مجموعتنا كانت جدا رائعة، كنا كتير متعاونين، كنا كتير مبسوطين مع بعض، رحنا على نيويورك مع بعض، فهاي لحالها بتدلل قديش احنا تأقلمنا كتير مع بعض وقدمنا اكتر. بمعنى يعني كنا نشتغل، مثلا انا عندي مشكلة في مشروعي، كنت اجي صديقي احكي له 1 2 3، فهو يجي يحكي لي اوكي اعمل هيك هيك هيك، ممكن هذه الفكره تساعدك.
كان حد تاني يجي يسألني قيس إيش ممكن بنظرك إنه إحنا نقدم في هذا الموضوع المعين، فأنا أعطي أقترح إيش اللي عندي. بالتالي التنافس هو جدا رائع، بس إحنا التنافس اللي عملناه ساهم في إنه إحنا نقدم أكتر، إنه إحنا نصعد في قدراتنا. طيب قيس، بصراحة أساسيات التعليم اللي إحنا بندرسها هون سواء مدارس سواء جامعات، كيف انعكست على قدرة التنافس هناك؟ كيف إنه المحتوى الفلسطيني قادر على إنه يكون بتمثيل دولي؟ نعم. خلينا نبدأ بإنه موضوع العمل في المختبر كان بداية مختلف جدا عن الوضع اللي بعرفه. كان في عن تقنيات، آلات، أدوات بحثية كلها جديدة أول مرة بتعامل معها. يمكن أخذنا معها عنها بشكل نظري بسيط، أوكي، بس العمل فيها شيء مختلف كليا. فاللي صار إنه كنت أطبق المعلومات اللي أنا أوريدي عندي إياها وموجودة عندي، وكنت أمشي خطوات لقدام. فهل الطالب عنده قدرة؟ نعم عنده قدرة، بس الفرق إنه كيف الطالب بيستغل هاي القدرة، كيف بيستغل إيش في عنده، كيف بيستغل إيش الفرص اللي قدامه، هذا هو اللي بعمل إيش كيف ممكن الطالب يقدم. طب السؤال هيك خطر ببالي، أول ما فضت هارفارد إيش إجا براسك؟ إيش إجا براسي؟ صراحة هو كان بالنسبة إلي حلم من طفولتي، ممكن حكيت عن هذا حكي من قبل، فكان جدا كان جدا شعور رائع. بس في شغلة لفتت في تعتمد على الطالب، تعتمد على الطالب. شخصيا انا ما حسيت بره، بس شخصيا حسيت بالتسويق، يعني انه ايش راح يكون في نيكست. بس في كلمه لفتت انتباهي في الجامعه، في حرم الجامعه كان معلقين زي يافطه قصيره مكتوب عليها من اين ما كنت انت في منزلك. ف الاهتمام الجامعه بانه يجيبوا كل طلاب من كل العالم بكل القدرات هاي وتجمعهم وتحسسهم انه انتوا في مكانكم، هذا جدا حسيت فيه وكان رائع. طيب ذكرتني بشغله بسمعك. طيب قيس، بصراحه من خلال الحديث اكيد في فروقات في ماهيه التعليم وآلية التعليم ما بين الولايات المتحده الامريكيه وجامعاتنا، رغم العطاء اللي بنعطيه، رغم المواكبه اللي بنحاول. ايش ممكن تكون توصياتك على وجه التحديد لمواصلة هذا التطوير اللي احنا شغالين فيه في كل الجامعات هذا الوطن؟ تمام. حابب اركز على نقطتين. الاولى البحث العلمي. حسب ما شفت في كل الجامعات العالم كل طلاب اللي بيجوا عندهم خبرة في البحث العلمي، وانا كنت الوحيد اللي ما عندي. فبالتالي اللي فهمته انه فعلا البحث العلمي هو عبارة عن جزء اساسي من التطور العلمي في العصر هذا وحسب المعايير العالمية، واحنا عم نفتقده. بالتالي لازم يتم تخصيص ميزانيات أكبر وإلى اهتمام أكبر للبحث العلمي ووسائل البحث العلمي للطالب يقدر يتأقلم مع الواقع الجديد في العلم. هذا أمر. الأمر الثاني اللي لاحظته هناك إنه ما بيعتمد التعليم على إلقاء المعلومة وتلقي المعلومة من شخص، إنما بيعتمد على التقصي والتحليل العلمي للمواضيع أو المعلومات اللي أنت بتشوفها قدامك لأنت تخطو خطوة أكبر نحو الهدف. بالتالي طريقة التفكير هذه هي المهمة، يعني انه ما يوصلك الاشي جاهز، انت اللي بدك تروح للمعلومة او بدك أكيد. توصل للجزئية المعينة. قيس صراحة يعني بعد هاي التجربة وهاي الرحلة، شو الاشي اللي فعلا يعني قدمته هاي التجربة لقيس؟ ممكن على الصعيد الشخصي، شوي حكينا احنا على الصعيد الاكاديمي ممكن أكيد. بس على الصعيد الشخصي أكيد. شو اللي قدمته لقيس؟ قدمته كتير. قدمت طموح اكبر، قدمت إثبات وزيادة في الثقة في النفس على إنه أنا بقدر أتأقلم وأتطور وأكمل مشواري لهدف أكبر. بالتالي الأجواء اللي كانت محيطة فيي وشفت طلاب من كل العالم وكانوا كتير مصرين إنه يكملوا، هذا الحكي بيثبت لي إنه فعلاً لازال في أمل في العالم إنه إحنا نقدم أكبر للبشرية، وهذا هو المهم. يعني احنا سعيدين جدا بتواجدك وايانا في مرحلة قبل وما بعد الابتعاث بعد كم سنة، وان شاء الله، لان مثل هاي الفرص اكيد بتزيد الحصص انها تكون هنالك محاولات وفرص اخرى في جامعات. يعني ان شاء الله نأمل هذا لك قيس ولكافة الشباب الفلسطينيين المتفوقين اللي لهم الرغبة والقابلية والدافعية لمثل هذه الخطوات. شكرا جزيلا لتواجدك وإيانا في برنامج صباح الخير. دكتور قيس شكرا لك.